دلوقتي هنشوف مع بعض حاجة يمكن لأول مرة هتكلم عليها، وهي حاجة احنا بندور عليها بقالنا بصراحة داخلين في سنتين. يعني لقيت بذورها، بس بذورها غالية، الكيس بيعدي 2000 جنيه تقريبا. لكن هي قصتها إن في حد من المجر، يعني عارف قيمتها، في اليابانيين بيستخدموه بشكل كتير لأنه له قيمة صحية عالية جدا. فالحمد لله، يعني الحد ده جابهولي النهاردة علشان هو عامل له نبات أهو، علشان نزرعه ونعمل له إكسار. النبات ده اسمه الهورس راديش أو فجل الحصان. هو سبايسي، واللي بيستخدم فيه الجدر بتاعه، الجدر طبعا بيبقى أكبر من كده. ده شكل نبات صغير خالص اهو، وده نبات اكبر شوية مدي ورقة اهو. تمام، الجدر اللي هنا لما اهم حاجة لما تيجي تستخدم الجدر طبعا بتقشره، لان بيبقى ليه قلف كده، وما يبقاش طوله اطول من طول الجزراية. يعني هو طوله يبقى طول الجزراية، لو زاد عن كده بيتخشب ما بتعرفش تستخدمه. بيتاخد بيبقى عامل زي الجنزبيل الاخضر، بتاخده تطحنه وبتستخدمه في السلطات بقى وكده، وهو سبايسي. لو عندك برد، مجرد انك بس تشمه كده، ده فعلا بيسلك الجيوب الأنفية تماما، لأن يعني رحت نفاذة. وإن شاء الله وأنا بزرعه في نظام الساند بونيك، أنا هزرعه في الساند بونيك، وهزرعه في الداتش باكت، وهزرعه في المواسير أو الـ NFT، علشان نشوف اكساره والفرق بين اكساره في الـ3 أنظمة ان شاء الله. هو يمكن اكساره بس صعب شوية، لكن ان شاء الله رب العالمين انا يعني متوقع ان هو هينجح معانا باذن الله. الورق ده على فكرة بيبقى اكبر من كده، وبيتحشي برضه، بيتعمل محشي، بيبقى جميل جدا جدا. ان شاء الله اكلمكم بقى على بقية الفوائد لما واحنا بنزرعه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اتكلمت في البداية عن الهورس راديش. دلوقتي احنا بنزرعه في نظام الساند بونيك، يعني زرعنا ادي نبتة اهي، تمام، وزرعنا نبتة هنا كمان اهي، وادي نبتة كمان فيها ورق. ماشي، احنا الجذور وريني كده يا عم جمال، الجذور اهي هو هنزرع. ماشي، اتفضل نفحط له بس ونبعد. تمام، الله ينور يا عم جمال. ماشي كده، تمام. شيل الجعضيط ده يا عم جمال وازرع مكانه عادي. الجعضيط ده شيل، شيل كده اللي هو في القلب ده، هو تشيله. ازرع بقى اهو في الحتت دي كده. ماشي، فاحنا طبعا النبات احنا شفناه، كنت مع بعض واحنا في بداية الفيديو بنتكلم عليه. النبات اهوت ده هو نبات ريزومي عامل زي الجنزبيل، يعني الورق ده بيتحشي والجدر طبعا هو اللي بيتاكل. وانا هتكلم دلوقتي وعم جمال بيزرع، هنتكلم على فوائد الهورس راديش الصحيه. اولا هو طبعا القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. من كتر الفوائد بتاعته انا كاتب الفوائد عشان ما انساش حاجه من فوائد الهورس راديش. اول حاجه ان هو يعني بيحتوي على كثير من العناصر، يعني في وفره في العناصر الغذائيه زي الكالسيوم والالياف الغذائيه والحمض الفوليك والمنجنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وزنك. تاني حاجه ان هو مضاد للجراثيم بشكل طبيعي، يعني بيحتوي على مضاد للبكتيريا بالماده تسمى قليل الثايوسيانات، ومفيد لعلاج المسالك البولية من ناحيتين، ان هو مضاد للجراثيم في المسالك البولية وكمان مدر للبول. التالت فايدة انه بيفرز بالدورة، يعني بيعزز الدورة الدموية وبيزيل المخاط. يعني هو ليه ريحة نفاذة قوي لان الاحتواء على الكبريت. ممكن نزرع في حوض تاني يا عم جمال، يعني قدامنا اهوت في اي حوض تاني عشان ما يبقاش كله في حوض واحد. يعني يا ريت تيجي نوط على الحوض ده هنا الناحيه دي كده. فهو بيحتوي على الكبريتات بشكل كبير،
وده بيخليه هنا يا عم جمال، اتفضل في الصف هنا كده الناحيه دي كده. بيحتوي طبعا، بيعمل على تسليك الجيوب الانفيه، فلو عندك برد مجرد بس انك ايه هتشمه بس. وهقول لك بيتعمل ازاي. طبعا هو كمان بينشط الدوره الدمويه في الوجه، وده بيساعد على التخلص من المخاط بسهوله، بيساعد في فقدان الوزن لانه منخفض السعرات الحراريه، وفي نفس الوقت غني بالالياف. وطبعا هو ده بيخليه اضافه كويسه جدا للوصفات الغذائيه، يعني ممكن تضيفه للسلطه بيزيد من قيمتها الغذائيه على سبيل المثال، لكن هو بيستخدم طبعا باشكال اخرى كمان. بيسرع من عمليه التمثيل الغذائي وعمليه التحول الغذائي، بيساعد في عمليه الهضم لانه بيحسن في الهضم وبيحسن من وظائف الكبد، خاصه ان هو بيساعد على زياده ادرار الصفره، مضر للصفره يعني. كمان تدعيمه للمناعه لانه بيحتوي على مضادات اكسده وفيتامين سي وتنشيط خلايا الدم البيضاء، وكمان اهم حاجه فيه انه مضاد للسرطانات. فهو بصراحه صيدليه النبات ده، الهورس راديش او فجل الحصان. النبات ده زي ما انتم شايفين احنا بنزرعه بالشكل ده، هو زي جنزبيل يعني اهوت. الورق ده بيتحشي طبعا زي ما قلنا، والنبات بيكون ريزومات تحت. اهم حاجه لما يعمل الريزومات ديت بناخد الريزوم اللي هو بطول الجزرايه ونبدا نقشره ونهرسه زي الجنزبيل. يبقى انا عندي هورتش راديش كما كعجينه اقدر اضيفها للسلطات، اقدر احطها في برطمان صغير واستخدمها الاستنشاق في حاله الايه في حاله البرد. النبات يعني وهو صغير خالص اهوت، تمام اهو يعني ريزوم. خلي بالك ده عم جمال ده هو فحم، ممكن تبقى تغرزه في الرمل عادي ده. يعني النبات اهوت يعني شوفوا ريزوم صغير اهوت، تمام عامل زي القلاس، بس هي ريزومه القلاس راس، دي ريزومه اهي بتطول وتكون لك جذر. ادي النبات وهو صغير، احنا بنزرعه في الرمل هنا نظام الساندوبينك، لان انا متوقع ان شاء الله ان هيبقى نجاحه نجاح هايل يعني. وهزرع منه برضو نباتين او ثلاثه في الداتش باكت عشان اقارن ما بين الساندوبينك والداتش باكت في زراعه الهورس رادس. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك وشير واشتراك في القناه، واي سؤال عن الهورس رادس يا ريت تكتبوه في الكومنتات. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا بنزرع برضو الهورس رادش في داتش باك جنب الفراوله اهو، نبقى نشيل الفراوله ونسيبه هو يعني يكمل يعني، ده عاوز ياخد ميه على طول بعد الزراعه. هنا واحده، شوف لي داتش فيه في نبات فراوله واحد ازرعه فيه. ده ممكن بقى ايه نكب عليها شويه الميه دول كده. ايوه كده هنا ادي واحدة اهي، ودي عم جمال بيزرع واحدة، دي اخر واحدة اهي. هنجيب لهم ميه من هنرويهم بقى عم جمال. نحط عليها مغذي ولا ميه عادية؟